فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر ومبين على الشاشة أمامكم الآن. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق والتي ضاق الوقت عن الإجابة عليها عند الأخ أبو صالح من الشارقة، بارك الله فيه. يسأل يقول: أقوم فأحول فلوس إلى أهلي هناك، أو أستخدم مثلا التحويل وكذا. يقول هذه الجهة اتصلت علي وقالوا يعني أنت ربحت معنا 2000 درهم، يعني اتصلوا يقول عليه وقالوا زرنا لنعطيك 2000 درهم جائزة. يسأل الأخ أبو صالح عن حكم هذا الأمر. يا أخ أبو صالح بارك الله فيك، أولا حقيقة أنا أشكر الأخ أبو صالح، وأشكر كل من هو على مسلك الأخ أبو صالح في قضية التورع ومعرفة الحلال ومعرفة الحرام، لأن بعض الناس وللأسف الشديد بعدما يقع في الحرام بعدما يقع في الخطأ يبدأ يسأل، وهذا غلط. الأصل أن الإنسان إذا اشتبهت عليه مسألة أو اشتبه عليه أمر أن يسأل أهل العلم، ثم بعد ذلك يعرف الحلال من الحرام ويعرف كيف يتصرف مع هذه الأشياء. الأمر الآخر يا أخ أبا صالح بارك الله فيك، بالنسبة لي الصورة التي ذكرتها لي فيما يظهر بأنه ليس فيها ربا وليس فيها قرض جر النفع وليس فيها أي نوع من هذه الأنواع التي ممكن أن تكون سبب من أسباب تحريم هذه الجائزة، فالذي يظهر بأن هذه الجائزة لا بأس بها، لك أن تأخذها والحمد لله رب العالمين، وليس فيها شيء من هذا. طبعا هذا بهذه الكيفية. هناك بعض الحالات مثلا قضية القرض، تودع مبلغ معين ثم يعطونك عليه جائزة أو هدية، هذا محل خلاف بين العلماء، وقد يعني أفتيت في هذا البرنامج بأن هذا مما لا يجوز. أم خالد من قطر بارك الله فيها تقول: إذا يعني قمت أصلي، تقول يجيني الشيطان ثم يحاول يقول لي يعني يخوفني، يقول عيالك يصير لهم كذا، أولادك يصير لهم كذا، تقول تبقى في هواجيس ووساوس وهي في الصلاة، تسأل عن حكم الصلاة في مثل هذا الأمر. يا أختي أم خالد بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك، بالنسبة لصلاتك ما دمت أتيت بالشروط والأركان والواجبات، الصلاة صحيح، لكن ليست الصلاة بمثل هذه الحالة مثل الصلاة التي فيها الخشوع. ولذلك أخت الفاضلة، إذا جاءك الشيطان في مثل هذه الصورة، احرصي بارك الله فيك أن تقطعي كل طرق الشيطان التي يحاول من خلالها أن يدخل عليك حتى يبطل هذه الصلاة. يعني من ذلك أن تدفلين على يسارك 3 مرات، هكذا تدفلين بهذه الجهة 3 مرات، ثم تقولين وأنت في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وحاول تنصرفي وأطيلي في الركوع وأطيلي في السجود، واعلمي بأنك موقوفة بين يدي الله. فكلما استشعرت هذا الأمر كلما ضعف نشاط الشيطان وكلما ضعفت وسوسة الشيطان. تذكري بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، وأنك واقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، واحرصي على أن تتفكري فيما تقرأين في الفاتحة وما بعد الفاتحة، حتى في السجود لما تسجدين، في الركوع لما تركعين، تستشعرين عظمة الله وكأنك بين يدي الله. مع مرور الوقت يا أم خالد بإذن الله جل وعلا يذهب عنك هذا الذي تجدينه، أما صلاتك فصحيحة والحمد لله. أم خالد أيضا تقول بأنها فقدت ابنا لها كبير، أو أحد أبنائها أو الابن الكبير لها في حادث سيارة، تقول ساعات أقعد أفكر فيه وكذا، وأقول يعني يا ليت ما راح ويا ليت ما كذا، هل هذا حرام؟ يا أختي أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء الموتى الذين ذهبوا من أحبابنا وأقاربنا وممن يعني هم قد يكونون قطعة من عندنا، هؤلاء لن يرجعوا. يعني أنت الآن لا تصرفين وقتك
فيما لا ينفع وفيما لا يفيد. يعني الآن أحيانا الواحد يقول ليت مات ما مات، سبحان الله العظيم. الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي يتصرف فينا كيف يشاء، ونحن عبيده جل وعلا، نحن عبيده جل وعلا، يفعل بنا ربنا ما يشاء. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل هذا الموت قاضيا على الجميع، قاضيا على الجميع. الموت هذا ما يعرف أحد. ولذلك يا أخت الفاضلة لا تجمعين على نفسك مصيبتين، مصيبة الموت التي ذهب بها ابنك، ومصيبة ذهاب الأجر اللي تقولين يا أختي أم خالد الحمد لله. لماذا؟ لأن هذا قضاء الله، ونحن ودائع، أنا وأنت وابنك والناس كلهم ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، لا بد يوم أن الودائع كلها ترد. وهذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، لا لا لا، هذه دار مؤقتة، وسننتقل عنها جميعا وسنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والمقصود بارك الله فيكم، المقصود الله يبارك فيك يا أم خالد بأنك لا تجمعين على نفسك مصيبتين، قل الحمد لله وأكثري له من الدعاء، قل اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم أسكنه الجنة، هذا الذي ينفعه وينفعك أيضا. أما يا ليت ما راح وتفكرين فيه، لا. وبعدين في قاعدة مهمة عندنا في الشريعة، أن الشريعة ما تدعو إلى استحلاب واستجلاب الحزن ولا إطالة أمد الحزن. ولذلك الإنسان في للحزن وقت محدد ينتهي، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ما يجوز للإنسان يجعل حياته كلها حزن. بعض الناس الآن وللأسف عندها صور للموتى، لموتاه أقاربه، كل شهر شهرين يطلعها ويقعد يبكي ويقعد يناظرها ويقول ليت ما راح وليت كذا، حتى أنه يتسخط على القدر. هذا ما يجوز، ما يجوز، في حد معين حتى للحزن. لأن شريعتنا شريعة عمل، شريعة تدعو إلى الإنسان ينعتق عن الحزن وعن اللطم وعن الأشياء هذه التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وأن يستشرف الأيام وأن يعمل وأن يجتهد، وأن يعلم بأن هذا الذي ذهب هو سيذهب. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نعم نعم، تفضل أبو أحمد من النرويج. أبو أحمد، السلام عليكم دكتور عزيز. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد وياك من النرويج، مو أبو أحمد. تفضل يا أخي أبو محمد، تفضل. شيخ رحم الله والدك، حبيت بس أسأل سؤال حتى يرتاح قلبي. تفضل يا أخي. في 2700 حلفت على زوجتي لي مشاكل بيننا عائلية بأنها تحرم علي. اي. ولحد الآن أنا أحاول بأنه أنتظر ما أروح إلى خيار الطلاق، وأبغى بالحلال عند الله الطلاق. قلت بلكي أنت تحسن أخلاقه، يعني ما عملته وياي. اي. فأنا يعني مظلم في هذا، إذا في حال إذا طلقتها وانفصلت عليها. طبعا هذا في 2007 يا أبو محمد، ها؟ اي نعم شيخي. وهي تحرمين علي. اي، وهي معك الآن ولا كيف؟ والله أنا مستقل ببيت وهي ببيت حقيقة. اي أنا في النرويج عايش. طيب، وأنت وش قصدت بقولك تحرمين علي؟ شيخ بين حكي بيناتنا، يعني غلطت علي، يعني كان رجل شرقي ما تحملت، قلت له تحرمين علي، وأخذت غراضي وطلعت من البيت وخليتهم في واحد ومية وأولادي. نعم. لحد الآن مشاكل بيناتنا مستمرة كل سنة وما نتحاكي ذاك الحكي. دكتور والله ما ادري، كل ما طيب. انا كان حبيت ادبه وحبيت بانه اطبق شريعه الله، بانه انصحوهن ما فاد، اعظوهن ما فاد، اضربوهن ما فاد، اجروهن في الفراش وما فاد. شنو طيب. الحل؟ انا اخر حل عندي بانه الفراق يا دكتور، فلا انا اسمع على هذا. طيب يا ابو محمد، ان شاء الله تسمع نصيحه وتوجيهي بعد قليل ان شاء الله. تسلم شيخ، الله يوفقك ان شاء الله. مرحبا مرحبا. والديك. تفضل أم أحمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال. تفضل أختي. شيخ أنا عندي طفلة عمرها 14 يوم. نعم. عندها اختلاف بالقلب. عندها خلل؟ أي بالقلب، عندها فتح شريان مالهم ضعيف. أي نعم.
والدكتوره قالت اذا سوينا عمليه احتمال ما تحمل العمليه ورا العمليه توفى، واذا ما سوينا هم توفى. اي واخوها اللي قبلهم كان عندي ولد هم نفس حالتهم، هم توفى ما تحمل ورا العمليه. اسويها عمليه ما اسويها عمليه دكتور اذا تنصحني؟ يعني بقائها الان على خطر يعني من دون عمليه بعد، اي اذا ابقيتيها على خطر. اي نعم اذا ابقيتها على خطر، اذا مر العمليه ما تحملها متوفى. طيب طيب يا ام احمد ابشري تسمعين الجواب. هي عمرها 14 يوم دكتور، اذا اسويها اذا ما اسويها فخم اشيل ذنبها. طيب اختي ابشري ان شاء الله تسمعين الجواب. اخوي بس استعجب بالجواب اخوي تسلم عافيه. ابشري اختي ابشري ابشري نعم. شكرا اخوي. من؟ تفضل ام توفيق فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك بالنسبة للقنوت في صلاة التهجد، هل هو كل ليلة أم حين أي كل ليلة أم متفرق أو لسه؟ طيب أدرك كيف. طيب واضح. بالنسبة للقنوت للفجر لصلاة الفجر. إيه؟ هو كل يوم، وكيف يكون بعد الركعة الثانية، بعد الركعة من القيام من الركعة الثانية؟ طيب يا ام توفيق. وأريد أن أسألك بأن بالنسبة لدعاء، هل يجوز أن نقول اللهم إن تعذبنا فنحن عبادك وإن تغفر لنا فأنت العزيز الحكيم؟ هذا دعاء موسى عليه السلام لقومه. طيب يا ام توفيق أبشر إن شاء الله. وشكرا. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي رحاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا بسأل بالنسبة لقيام الثلاث ركعات الأخيرة. إيه؟ هل هي على بعض أم يعني انفصل اثنين وحدة الحالة؟ نعم طيب يا رحاب. عندي سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ. تفضل أختي. لو سمحت أبيك تشرح لي إني الوتر. صلاة الوتر. ايه. طيب ابشري. مشكورة. مرحبا اخت رحاب مرحبا. تفضل ام لطيفة من فرنسا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله خليك، عندي ثلاثة اسئلة بغيت جاوبك عليهم. تفضلي. السؤال الاول، انا يا كندير درس الطعام لدوك اللي كينعسوا في الزنقة. ماذا يا اختي ام لطيفة ماذا؟ أنا كندير الطعام لهذوك الناس اللي تينعسوا في الزنقة اللي ما عندوش مكان فين ينعسوا. أي طعام هذا؟ أي طعام أختي؟ بحال الروز والدجاج والدجاج. يعني كفارة؟ لا غير صدقة. صدقة. لهذوك الناس اللي تينعسوا في الزنقة ما عندوش مكان فين ينعسوا. تعطينا صدقة لمن؟ دوك اللي الناس اللي كينعسوا في الزنقة ديما شاربين الخمر وديما ما عندوش فين المكان فين ينعسوا. يعني قصدك هل تعطين صدقة لرجل يشرب الخمر؟ أيه، ومن اللي يتلقى معي واحد رجل قال لي ما عندكش أجر، واش هذا صح ولا لا؟ هو مسلم ها؟ لا فرنساوي. طيب طيب. والسؤال الثاني، بغى نصوم إن شاء الله 15 يوم هنا و15 يوم في المغرب، واش إلا كتب الله واش نفطر مع المغرب ولا مع فرنسا؟ طيب يا ام لطيفة ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله. السؤال الثاني، الله يخليك، بغيتك تدعي لي مع بنتي تعطلت لي في الجواج، دعي لي معها ان شاء الله. ان شاء الله الدعاء مبذول لك ولجميع المسلمين. يا رب يا امين، وحفظك وحفظ دولة الامارات يا رب. جزاك الله خير. شكرا لك. شكرا شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامة. نكتفي اخوي علي. طيب فضل يا صديق. يا دكتور عندي سؤالين بالله. تفضل يا اخي. عندي المسيحي، هل يجوز ان يطهر المسلمين؟ يجوز ماذا؟ يطهر المسلمين، اولاد المسلمين. يعني ختان ها؟ يعني دكتور مسيحي. ايه. يجوز ان يطهر المسيح الليبيين المسيحيين الليبيين المسلمين. طيب يا صديق، السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندي نسيبي متوفي. ايه. ومعقب ارث. والارث بعد باعوا الارث لقوا عليه ديون، سدد الديون، ولا عندهم اخ كبير قال لهم انا صارف على ابويا مبلغ نبيه من فوق الروس، هل يجوز ان ياخذها منهم والا هذا ابوه صرف عليه؟ صرف على ابوه مبلغ ايش هذا اللي صرفه؟
هذا يعني تذاكر وملابس ومش عارف ايش يعني. حقه يعني لما مرض هو يعني قصده؟ نعم. صرف عليه لما كان مريض ولا صرف عليه في الايام العاديه؟ لما كان مريض. ها؟ لما كان مريض صرف عليه اشياء هو شد فيه اخوته الثانيين قال ماذا لازم ناخذه من اسبوعه يعني. طيب يا صديق ابشر ان شاء الله. لا 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 معلش هذا سؤال ثاني عندي موضوع نبيك عندي بنيات نبيك تدعي لهم بالخير يفتح الله عليهم ان شاء الله. طيب 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 يا اخوي صديق الدعاء مبذول لهن ولجميع المسلمين يا رب. اعتذر منكم. شكرا شكرا اهلا وسهلا. ناخذ فاصل. طيب بعد هذا الفاصل اعود فالتقيكم باذن الله. ربي اجعلني مقيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ أبو محمد من النرويج يقول بأنه عام 2007 حصل بينه وبين زوجته مشاكل، يقول بأن غلطت عليه وتكلمت عليه وصار مشاكل، يقول قمت فقلت فقال لها أنت تحرمين علي بسبب هذه المشاكل. يسأل ويسأل أبو محمد يقول يعني ما العمل مع هذه المرأة التي بمثل هذه الصور. يا أبو محمد بارك الله فيك، أنا طبعا الآن لست في حكم القاضي حتى أسمع، لأنه لو كنت في حكم القاضي أسمع منك وأسمع منها، لأنه أحيانا قد الإنسان يسمع من طرف ولا يسمع من الطرف الآخر. أنا أتكلم الآن بناء على ما ذكرته أنت بارك الله فيك. أولا نأتي إلى قضية الحلف. هذا الحلف بارك الله فيك يحتمل ثلاث أشياء، إما أن يحتمل الطلاق، وإما أن يحتمل الظهار، وإما أن يحتمل اليمين. فإذا أنت قلت تحرمين علي، إذا كنت تقصد الطلاق فيقع هذا على الشيء الذي هي تقدم عليه مثل سبك أو الخروج من البيت أو شيء منه. إذا أنت تقول لها أن تحرمين علي لأنك تقولين كذا أو لأن تفعلين كذا، فإذا كان تقصد الطلاق فهو طلاق. إذا كان تقصد الظهار يعني تحرم عليك مثل ما تحرم عليك أمك مثلا، فهذا الظهار عليه كفارة معروفة كفارة الظهار، عتق رقبة، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. إذا قصدت الجرى عندكم في على لسانكم وعادتكم بأن هذا نوع من أنواع اليمين، فهذا يمين كفارته إطعام 10 مساكين إذا حنت في هذا اليمين. أرجع الآن إلى قضية غلط المرأة على زوجها. طبعا لا يجوز للمرأة أن تقدم بمثل هذه الصورة الفجة على سب زوجها أو شتمه أو التقليل من شأنه في البيت أو محاولة يعني التعدي حدودها داخل البيت أو استلاب يعني حق الزوج في قضية القوامة على البيت، هذا لا يجوز ويحرم. يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا لا يعني حينما نتكلم هذا الكلام أننا نبيح للزوج أن يشتم الزوجة أو يسبها أو يسب أهلها وكذا، لا 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 أبدا. احنا نتكلم على قضية عينية، الزوج يحرم عليه أن يسب زوجته أو يلعنها أو يضربها مثلا لغير سبب مسوغ أو كذا، هذا لا يجوز أيضا. فبمثل هذه الصورة يا أخي أبو محمد، أنت الآن حاول أن تدخل طرف من أهلك وطرف من أهلها يصلحوا الوضع، يتكلمون معها، الطلاق ما في خير في مثل هذه الصورة خاصة وأن عندك أولاد منها. إذا تعسرت الأمور واعتقدت أنت وصلت إلى يقين أو غلب على ظنك بأن هذه المرأة لا يمكن أبدا أن تصلح معك وكذا، والحياة يعني صعبة معها، وربما تدخل أنت في أشياء قد تكون سبب من أسباب تضييعك لحق الله ولحق الزوجة مثلا، فهنا الحمد لله جعل الإسلام الحل هو الفراق. الله عز وجل يقول في إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، والطلاق عندنا مشروع لمثل هذه الأسباب ولمثل هذه القضايا. أهم شيء أبو محمد أنك ما تغلط معها، أهم شيء أنك ما تخطئ، أهم شيء أنك ما تظلمها، هذا أهم شيء حتى تكون مرتاح النفس مرتاح البال مرتاح الضمير، تقابل ربك جل وعلا وأنت حقيقة ما تحملت مظلمة تجاه زوجتك. يعني أنت راجع نفسك الآن، أنا ما أعرفك ولا أعرف طبيعة المشكلة اللي أنت فيها، لكن أنا أؤكد لك عليك كما أؤكد عليها هي إذا كانت تشاهد أن تتق الله وأن تراجع نفسها وأن لا تظلم زوجها. إذا تقول والله الأمور تعسرت ما يمكن الحل، الحمد لله اللجوء إلى الطلاق حل شرعي، لأن الله تعالى بينه قال الطلاق مرتان، وقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله أن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إلى آخر النصوص في هذا الأمر.
أم أحمد من العراق تقول عندها طفلة عمرها 14 يوم عندها خلل في مسألة القلب، يعني ثلاث مشاكل في القلب، الشرايين وكذا. تقول الآن إذا تركتها يقولون للأطباء احتمال كبير جدا أن تموت، وإذا أجريت لها عملية احتمال كبير أيضا أنها تموت لأن ما تتحمل بمثل هذه الصورة. هي تستنصح الآن ماذا تفعل؟ أنصحك يا أختي الفاضل أن تستخير الله جل وعلا، استخير الله، صلي ركعتين ثم بعد السلام ارفع يديك وقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن العملية لابنتي هذه خير لها في دينها ودنياها في عاجل أمري وآجل فيسرها لي ويسرني لها، وإن كنت تعلم أنها شر لها في دينها ودنياها في عاجل أمري وآجل فاصرفها عنا واصرفنا عنها وقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به، ثم رضني به يا رب العالمين. هذا حقيقة يعني الاستخارة، وكثر الاستشارة أكثر من طبيب. فإذا قال والله احتمال يعني مسألة العلاج ممكن قد يعني يكون هناك نسبة طيبة للنجاة، أقدمي على العملية، أقدمي على العملية، لأن تركها بمثل هذه الحالة قد أخشى أنك تقول أهملتها في يوم من الأيام، ممكن لو أجريت العملية قد يكون هناك يعني نسبة نجاح طيبة جدا. بعد الاستخارة كثري من الاستشارة من الأطباء، ثم بعد ذلك اقدمي على ما ترين بأنه مناسب بإذن الله سبحانه وتعالى. أم توفيق من فرنسا تسأل عن القنوت في صلاة التهجد، هل هو في كل ليلة؟ لا يا أم توفيق، ليس في كل ليلة، تقنتين أحيانا وتتركين أكثر الأحيان، هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو قنتي مرة واحدة في الأسبوع طيب يكفي، مرة واحدة أو مرتين يكفي. أم توفيق أيضا تقول بالنسبة لقنوت صلاة الفجر، هل هو في كل يوم وما حكمه وهل هو بعد الركوع؟ أختي الفاضلة، القنوت في صلاة الفجر هذا قال به بعض الفقهاء، لكن الصواب بأن القنوت في صلاة الفجر هذا للنوازل فقط بإذن الإمام بإذن السلطان بإذن الحاكم، هو الذي يأمر الناس بالقنوت في صلاة الصبح مثلا لنازلة بالمسلمين كعدو حل بساحتهم أو بلاء أو شيء من هذا القبيل يقنتونه فقط. ولا أنت في البيت ما تقنتين يا أخت الفاضل، تصلين في البيت؟ لا ما تقنتين، بارك الله فيك. أم توفيق في سؤالها الثالث تقول بالنسبة للدعاء، تقول يعني دعاء إن تعذبنا فأنت مثل، هو تأخذ من قول الله جل وعلا على لسان المسيح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تقول هل يعني مناسب أن نذكر هذا الدعاء؟ أختي الفاضلة يعني هو هذا ليس بدعاء، هو هذا ليس بدعاء. عيسى عليه السلام قال لربه جل وعلا بعد حد يعني قصة المائدة، قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، إلى آخر الآيات. ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذه أختي ليس بدعاء، هذا إخبار من موسى وعرض لحاله ولحال بني إسرائيل ولأيضا موقفه مع الله جل وعلا، وهو يعظم ربه جل وعلا تعظيما كبيرا، فبين بأن الله جل وعلا لو عذب عباده كلهم كان ذلك بعدله سبحانه وتعالى، ولو رحمهم كان ذلك بفضله سبحانه وتعالى. الأخت رحاب من السعودية تسأل عن قيام الليل، تقول بالنسبة للركعات الأخيرة الثلاث هل أجمعها جميع أو أصلي ركعتين وبعدين ركعة؟ أخت رحاب كل هذا جائز، لو صليت ركعتين وسلمت ثم جبت ركعة وسلمت طيب، لو جمعتيها جميع طيب، بس بشرط ما تشبهينها بصلاة المغرب، يعني ما فيها تشهد أول وإنما ثلاث ركعات سرد، تسردينها سرد وتشهد واحد وتسلمين بعدها يا أخت رحاب بارك الله فيك. رحاب تسأل تريد شرح لصلاة كيفية صلاة الوتر. صلاة الوتر يا أخت رحاب ركعة واحدة، أقلها ركعة وأكثرها لا حد لها، تصلين قيام الليل ثم تترين آخر القيام الليل، وأعدل قيام الليل 11 ركعة، ركعتين طبعا ركعتين ثم تصلين 11 ركعة، هذا هو الوتر. لو يعني أوترتي بركعة الحمد لله قمت الليل، لو أوترتي بثلاث أيضا كذلك، وهكذا هكذا. وقيام الليل يبدأ من بعد العشاء إلى أذان الصبح. أم لطيفة من فرنسا تقول هل لي أن أعطي الصدقة لشخص مخمور، شخص يعني يشرب الخمر وغير مسلم، هل لي أن أعطيه الصدقة؟ تقول بأن شخصا قال لي بأنك لا تؤجرين على مثل هذا. يا أخت أم لطيفة بارك الله فيك، المسلمون أولى
بالصدقة من غيرهم. أهل الإسلام أولى، يعني ينبغي لك أن تعطى الصدقة لأهل الإسلام، عندكم مسلمين محتاجين سواء في هنا في البلد اللي أنت مقيمة فيه أو في بلدكم هناك، ابعث الصدقة لهم. هذا وهذا ما يمنع أنك تعطين غير المسلم، لأن الصدقة أوسع من الزكاة. فأنت الآن تعطين شخص يشرب الخمر، ممكن يروح يبيعها ويشرب فيها الخمر، ما تعطين بمثل هذه الصورة. إلا إذا وجدت شخص يكاد يهلك ممكن تعطينه طعام، تعطينه شيء طعام يأكله، حتى ولو كان غير مسلم الصدقة بابها أوسع. يعني حتى لو تصدقت على الحيوانات والبهائم فالصدقة مقبولة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث عن رجل ممن كان قبلنا حينما سقى كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش ماء فشكر الله له. في الحديث الآخر امرأة بغي لما سقت كلب شكر الله لها وتاب عليها. والمقصود بأن الصدقة بابها واسع، لكن أنا أقول في أولويات يا أختي الفاضلة، في أولويات يعطى المسلم الفقير، المسلم المصلي، المسلم التقي يعطى وتجمع له الصدقة بمثل هذه الصورة. بالنسبة لك أنت مأجورة إن شاء الله، لكن أهم شيء أنه ما يستعمل هذا المال في شراء الخمر أو في شرب الحرام، لا تعطينه مال. إذا وجدتيه على شفا هلكة ومحتاج جدا تعطينا الطعام ممكن حتى تنقذينه، ولكن اهتمي بالصدقة للمسلمين بارك الله فيك. تقول أم لطيفة بأنها ستقضي 15 يوم في فرنسا في رمضان و15 يوم في المغرب، تقول كيف الإفطار والصيام؟ أختي الفاضلة أنت تصومين في البلد الذي أنت فيه تبدأين الصيام، ثم إذا انتقلت إلى المغرب تفطرين معهم، تفطرين مع أهل المغرب، إذا أعلنوا الفطر تفطرين ثم تنظرين. فإذا كان الذي صمتيه 29 يوم أو 30 يوم الحمد لله، إذا كان نقص إلى 28 يوم تفطرين معهم وبعد العيد تقضين هذا اليوم، لأن الشهر عندنا إما أن يكون 29 أو 30 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزيد ولا ينقص، لا يكون 31 ولا يكون 28. فأنت احسب الأيام اللي قضيتيها في فرنسا والأيام اللي تقضينها في المغرب، إذا كان 29 يوم كلها أو 30 يوم الحمد لله هذا الصيام كامل، إذا كان 28 يوم لا الصيام يكون ماذا؟ يكون ناقص، وتأتين بيوم بعد العيد. الدعاء مبذول لك يا أخت أم لطيفة ولبناتك ولبنات المسلمين جميعا بأن الله عز وجل يرزقهن الأزواج الصالحين وأن يكن من العفيفات الطيبات، وأسأل الله تعالى أن يستر على جميع بنات المسلمين يا رب. الأخ صديق من ليبيا يقول بالنسبة للطبيب المسيحي هل له أن يطهر أولاد المسلمين؟ ما في بأس يا أخ صديق، يجوز، يجوز للطبيب غير المسلم أن يطهر أولاد المسلمين، ما في بأس. أهم شيء بأنه يعرف كيفية التطهير وكيفية الختان، إذا كان يتقنها وحاذق فيها ما في بأس بارك الله فيك. صديق يقول عنده نسيبه ميت وترك إرثا وقام وباعوا الإرث، يقول عليه ديون وفي ابن له كبير أو ابن أو قال أخ أظن ابن كبير قال بأنه صرف على أبوه مبالغ كثيرة حال الوفاة، تذاكر وغير ذلك أثناء المرض، يقول الآن هو يطالب بهذه المبالغ ماذا عليه؟ أولا يا أخ صديق بارك الله فيك، بالنسبة للميت حينما تجمع تركته أول شيء يفعل تسديد الديون، تسدد جميع الديون، ثم الوصية إذا كان كتب وصية تخرج هذه من التركة، ثم بعد ذلك تقسم التركة بارك الله فيك مرة ثانية. بالنسبة للابن هذا إذا كان فعلا صرف على والده وهو ناوي الرجوع وأخبر أولاده له الحق في هذا المبلغ، له الحق في هذا المبلغ يعطى. أما إذا كان ما نوى ذلك وإنما يتصدق على والده ولم ينوي الرجوع فليس له ذلك بارك الله فيك. وأسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا وأولاد جميع المسلمين وأن يبارك في الأعمار والأعمال وأن يديم الأمن والأمانة على أوطان المسلمين يا رب العالمين. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج علي سراج، وأشكر جميع زملائي في الاستوديو الذين أسهموا بنقل هذا اللقاء لكم، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء على المتابعة، وإلى لقاء الغد بإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.